مساء الخير شباب، اليوم بين ايدينا لابتوب الاسوس الفيفو بوك ال 15 رقم الموديل الاكس 150 4 في، لابتوب من الجيل ال 13، لابتوب حديث كتير والبيوس تبعه حديث كتير. رح نتعرف بهذا الفيديو على طريقة تعديل اعدادات البيوس والاقلاع عن طريق الفلاش ميموري لتثبيت ويندوز، خليكم معنا. أصدقائي، للدخول إلى البيوس الخاصة بلابتوبات أسوس الطريقة موحدة للجميع، كل ما عليك الضغط على زر الباور ومن ثم بالضغط المتكرر على زر الاسكيب. تظهر لي قائمة البوت مينيو الخاصة بالإقلاع، إما عن طريق الفلاش ميموري أو عن طريق الهارد ديسك أو عن طريق الدخول إلى البيوس. إذا بدي ثبت ويندوز، بختار الفلاش ميموري مباشرة وبدخل عليها وبثبت الويندوز. بدي أقلع عن طريق الهارد ديسك المتصل داخل اللابتوب، بختاره من هون. إذا كان في هاردين أكيد بختار أحدهما. كذلك الأمر بنتقل للسيتاب اللي هي البيوس الخاصة بهذا اللابتوب، بضغط على زر الانتر وبصير بقلب البيوس. مثل ما أنا شايفين أصدقائي، بيوس أكثر من رائعة للابتوبات أسوس الحديثة. طبعا بهذا المكان بيعطيني القطع المتصلة أو مكونات الحاسب، السي بي يو، المعالج من الجيل 13 كور اي 7. مثل ما أنا شايفين عندي الجي بي يو، كرت الشاشة الانتل، الميموري، شايفين شباب 8 جيجا، الباتري، البطارية قديش فيها، شايفين يا شباب كل هالمواصفات هي بنلاحظ أنه موجودة بالواجهة الأولية للبيوس. من الشغلات المميزة بهي البيوس، فيك تعطل أي أداة من كرت الويرلس، كرت الصوت، مخارج اليو اس بي من هذا المكان، فيك تعطلها بضغطة زر واحدة. وأكيد أدوات الإقلاع موجودة هون بهذا المكان، فيك تضغط مع السحب والإفلات للأعلى أو للأسفل لتحدد الأداة اللي بدك تأقلع عن طريقها. طبعا كل هذا الكلام بالتبويب الأول، بنتقل عند التبويب الثاني اللي اسمه بيرميشن سيتينجز. بهذا المكان فيك توضع باسوردات للإقلاع الخاصة بهذا الجهاز. عندي التبويب اللي بعد منه السيستم ديجنستكس اللي بقلبه جميع أدوات فحص الجهاز، فحص الشاشة، فحص الباور، فحص الاس اس دي، فحص المراوح، كل ما هنالك فيك تفحصه من هاي الواجهة. وبعد ما تعرفنا على الواجهة الأولية لهي البيوس اللي بين إيدينا، رح ننتقل هلأ لعند خيار مهم جدا يلي هو الادفانس سيتنج عن طريق الاف 7 او عن طريق الماوس. مثل ما انا شايفين ننتقل الها. بعد ما انتقلت للاعدادات المتقدمه الخاصه بالبيوس، عندي تبويب الماين بداخله اختيار اللغه، كذلك الامر المواصفات الخاصه بالجهاز من رامات، رقم البيوس، اصدار البيوس وما الى هنالك. بنتقل عند تبويب الادفانسد المتقدم، واهم شيء عندي خيار الانتل فيرتواليزيشن تكنولوجي، لازم تكون بحاله انيبل لدعم محاكيات الاندرويد. عندي كذلك الامر خيار الفي تي داش دي، كذلك الامر لازم يكون بحاله الانيبل. باقي الخيارات اتركها مثل ما هي عندي هون على البيوس. بنزل لتحت شوي بالخيارات وبتطلع لي خيارات اضافيه، كذلك الامر منها الاسوس فريم وير ابديت، اللي عن طريق هذا المكان فيني اعمل ابديت للبيوس بشكل عام. كذلك الامر عندي خيار اليو اس بي كونفيجوريشن، بدخل عليه وبخليه بحاله الانيبل. عندي خيار مهم جدا اثناء تثبيت الويندوز اللي هو البي ام دي سيت اب منيو، بدخل عليه وبخليه بحاله الديسيبل. هذا الخيار احيانا اذا كان بحاله الانيبل، تمام، اذا كان بحاله الانيبل الاقراص الصلبه ما بتظهر عندك اثناء تثبيت الويندوز، لذلك انت هذا الخيار الفي ام دي، تمام، لازم يكون بحاله الديسيبل. واخيرا عندي خيار الان في ام اي كونفيجوريشن، هذا الخيار بيعطيني الهاردات المتصله داخل الجهاز، واهم شيء انه انا عندي هون هارد بسعه 512 جيجا ان في ام اي. تمام، بهذا المكان بقدر شوف شو هو الهارد وشو السعة اللي موجودة عندي. أكيد بزر السكيب أنا برجع للخلف بالخيارات. بنتقل لتبويب البوت، وداخله في خيار الفاست بوت، أنا حاطه حاليا بوضع الديسيبل. في حال حطيته بوضع الإنيبل رح يكون إقلاع الجهاز سريع جدا. أحيانا هذا الشيء ما بتلحق تضغط على زر السكيب لحتى تختار قائمة البوت منيو، لذلك أنا وضعته بحالة الديسيبل. وأكيد بهذا المكان فيك تختار الأداة اللي بدك إياها تأقلع بشكل دائم، فمثلا أنا واصل فلاشة توشيبا، فيني اختارها أنه بشكل دائم هي تأقلع بالبداية، أو رح خلي الويندوز بوت مانيجر هو اللي أقلع بشكل دائم، أكيد هو اللي عليه نظام التشغيل. طبعا فيني اختار الفلاشة انه تقلع بالبداية لحتى ثبت ويندوز، ومن ثم بعد الانتهاء من تثبيت الويندوز برجع للبوت مانيجر الويندوز لحتى يكون هو ببداية الاقلاع.
بنتقل عن تبويب السكيورتي، وداخل تبويب السكيورتي خيارات كتير لوضع باسورد على الهارد ديسك أو لوضع باسورد على البيوس بشكل عام. وبنهاية تبويب السكيورتي عندي السكيورتي بوت، أنا بحطها بحالة ديسيبل بشكل عام. أثناء تثبيت ويندوز 11 ويندوز 11 لازم تخليها بحالة الإنيبل لأنك عم تنزل ويندوز أصلي، تمام؟ أما إذا كنت عم تنزل ويندوز 10 ما عندك أي مشكلة، خليها بحالة الديسيبل. أنا بخليها بحالة ديسيبل لأنه أحياناً بحتاج لأقلع عن طريق قرص الإقلاع الدي ال سي بوت لفحص بعض الأدوات أو لإنقاذ بعض الملفات من على الجهاز، بقى أنا بحاجة لأني خليها بحالة الديسيبل للسكيورتي بوت. واخر تبويب يا شباب عندي السيف اند اكزايت اللي بداخله الحفظ مع الخروج او الخروج دون الحفظ، كذلك الامر من التبويبات الاضافيه الحفظ يعني التعديلات داخل البيوس مع البقاء بداخل البيوس او عدم حفظ اي تعديلات داخل البيوس. واخر خيار عندي هو الريستور ديفولت اللي بيعطيني استعاده ضبط مصنع كامله للوحه الام باي تعديلات قمت فيها. وبعد ما قمت بأي تعديلات بهي البيوس عن طريق الضغط على زر الـ F10 بيعطيني الواجهة الخاصة بالحفظ وإعادة التشغيل، طبعاً الكونفورم هي التأكيد. طيب إذا عملنا Enter هلأ رح يعمل إعادة تشغيل. وبالنسبة لقائمة البوت منيو أكيد عن طريق زر الاسكيب بالضغط المتكرر والسريع بفوتني على قائمة البوت منيو اللي ذكرناها ببداية الفيديو واللي بداخلها اختيار الفلاش ميموري لحتى ثبت ويندوز بشكل سريع أو للدخول على البيوس بشكل سريع. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.